المرة اللي فاتت صح؟ انت اول مرة اول مرة؟ انت خدت كوميدي ليه قبل كده في الاندرويد صح؟ عايزين نفتكر كده الجي اتش جي اتش جي اتش اللي بياخدوا بيج رام ايه وبياخدوه بتاع كمال الاجسام كلهم عشان يربوا عضلات ويوصلوا للشكل والحجم اللي هما فيه ده. اكيد بياخدوا تستوستيرون كمان بس اكيد لازم بياخدوا جي اتش، بياخدوا كميات كبيره قوي من الجي اتش، كميات كبيره. عليكم السلام. لا مش الجي اتش هو هرمون ايه؟ البيلدينج، البناء، البناء. انا بسميه هرمون البناء، هو بيبني كل حاجه، بيبني كل حاجه، كل حاجه بيبنيها، بيبني البروتين، بيبني الخلايا، بيزود كل حاجه، بيزود العظم، بيزود المصل، بيزود الاورجانز. يا نهار ابيض، ايه اللي انت بتقوله ده؟ بالراحه كده على اي واحده. انا عايز بس اتكلم في الاول عن الميتابوليك او الحاجات اللي هي خاصه بالجلوكوز، الفات، البروتين. اولا على الجلوكوز، هو بيزود الجلوكوز، بيزود الجلوكوز جامد. على الفات هو لايبوليسيس، هو بيحرق فات. طبعا البروتين هو انابوليك. طب انا بس عايز اقف عند الثلاثه دول عشان هبني عليهم شويه حاجات. انا زود في الشرح شويه تمام، بس لما تبقوا بتقروا الكتاب هتبقوا عارفين انتوا بتقروا. طب المذاكره هتاخد معاك وقت قليل خالص، بس الشرح هيبقى كويس. اولا على الجلوكوز، فهو بيزود الجلوكوز. طيب على الفات، بيعمل لايبوليسيس، بيكسر الفات. طب ليه الموضوع ده؟ اولا الجلوكوز بيزوده عشان يحرق طاقه منه، من الجلوكوز، من الكربوهيدرات. الفات بيكسرها عشان الفات بتطلع كمية طاقة كبيرة، فهو بيحرق الفات اللي موجود عشان يستخدم الفات انها تحرق طاقة بكميات كبيرة. لو الفات مثلا بتديني طاقة 9، الجلوكوز مثلا بيديني 3، فهو عايز برضه الـ3 وعايز الـ9. بس هو أهم حاجة عنده مش ده، مش إن هو يديني طاقة، هو أهم حاجة عنده إنه يحافظ على البروتين، يدخل البروتين للخليه، يستخدمه ك بناء، بناء للخليه، الخليه تستخدمه كبناء. بس هو بيعمل بصراحه حركه وهي يعني من اوطى الحركات في طريق الطب، في طريق الطب كله اللي هتشوفوها في حياته. الجي اتش بيطلع، الجي اتش بيطلع. انت تقريبا اول مره تسمعوا الكلام ده، اول مره هتسمعوه تقريبا. الجي اتش بيطلع تمام، الجلوكوز طبعا عالي بيعليه، وهو انابوليك عايز يدخل البروتين جوه الخليه وعايز يعمل لايبوليسز. فهو هيعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق واحد صاحب، واحد صاحب حبيب اسمه الانسولين، اسمه الانسولين. بيروح للانسولين ويقوم جاي له
نروح للبيتا سيل كده يوم جاي نلاقي بيتا سيل بيتا سيل بيتا سيل ما تطلعي شوية انسولين يجي معايا الجلوكوز عالي في الدم، ما تيجي خليه يوطي شوية الجلوكوز اللي موجودين في الدم دول، فتقوم البيتا سيل مطلع لهم ايه؟ انسولين. يوم جاي رايح هو والانسولين على مين؟ على الخلية. فالانسولين طبعا يشتغل ان هو يدخل الجلوكوز ويدخله الامينو اسيد ماشي ويطلع فات. جميل؟ حلو قوي حلو قوي. قال يوم جاي قال له ايه؟ الف شكر يا فندم، الف شكر انسولين، انت كده عملت اللي عليك، والف شكر ان انت دخلت لي الامينو اسيد، توكل على الله ارجع تاني البيتا سيل. اول ما الانسولين يرجع تاني البيتا سيل بيقوم جاي عامل حركة ندالة كده عشان صاحب صاحبه. يقوم عامل حركة ندالة جامدة أوي. يقوم جاي دخل إيده شد الجلوكوز وطلعه تاني في الدم. دخل إيده شد الجلوكوز وشد الفات ومطلعهم تاني في الدم. بس هو كسب حاجة إن هو دخل الأمينو أسيد. فيقوم راجع تاني على البيتا سيل. يا بيتا سيل يا بيتا سيل الجلوكوز عالي في الدم، ما تطلع لنا انسولين. تروح مطلع انسولين، يروح للخليه يدخل انسولين، والانسولين يدخل الجلوكوز ويدخل الامينو اسيد. يقوم جاي له تسلم يا انسولين والله رديت شغلتك، ارجع تاني البيتا سيل. يقوم ما تيجي له مطلع الجلوكوز عامل هايبر جلاسيميا تاني. بس عايز يدخل الامينو اسيد. ايوه عايز يدخل الامينو اسيد وعايز يطلع الجلوكوز، بس بيطلع الجلوكوز من ورا مين؟ نور الانسولين. بيضحك عليه يعني هو بيستخدمه كمحطه ان هو يدخل امينو اسيد كوبري يعني كوبري، وفي الاخر بيضحك عليه ويرف من ورا ظهره ويقوم مطلع جلوكوز ويرجع تاني يطلعه. طب هو الموضوع ده ما بيوحيش بحاجه؟ الموضوع ده ما بيوحيش بحاجه. لو انا فضلت استغلك 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 هيجي يوم وتتعب، هيجي يوم وتتعب وتزهق مني. لو بيت سميتوس يعني من الاخر هيجي يوم والبيتا سيل دي يحصل فيها اكزوجن. يوم راح للبيتا سيل يقول لها بيتا سيل والنبي طلعي لي انسولين، تقول له والله العظيم كان على عيني ده انا تعبان، انت تعبتني انت هلكتني. ففي الاخر الراجل ده يخش في ايه؟ في دايابيتس، يخش في سكر، يجي له السكر. سهلة؟ طيب دي لفة بسيطة جدا. طيب يبقى أنا دلوقتي عرفت إن هو بيشتغل أنابوليك وبيشتغل إن هو بيزود الجلوكوز وبيحرق فات لايبوليس، عشان كده بتشوف المصل العضلة نقية خالص. العضلات مثلا بيج رام العالم دي عضلة قوية خالص مليانة بروتين ما فيهاش فات، عضلة شكلها حلو ونظيفة. طيب بيزود طبعا الصوديوم، بيزود الكالسيوم عشان العظم، بيزود البوتاسيوم، بيزود الفوسفيت. طب هو دلوقتي بيشتغل على العظم مثلا، دي العظمايه، دي العظمايه، في هنا حاجه مسؤوله عن ان احنا نكبر او نتور اسمها ايه؟ الابيفيسس. تمام. لو الجي اتش جه علي قبل ما الابيفيسس دي تقفل، او الشخص ده يعدي مثلا طب 21 18 وكده والابيفيسس دي تقفل، بيعمل حاجه اسمها جيجانتيزم. جيجانتيزم طيب قفلت قفلت، هو اولا لو ما قفلتش هيطول العظم، هيخلي العظمه تطول، الشخص ده هتلاقيه بقى قد الباب كده طول. طيب قفلت قفلت، هيروح للاوستيوبلاست اللي هي بتبني العظم، يقول له والنبي اوستيوبلاست ابني لي عظم، والنبي اوستيوبلاست ابني لي عظم. تقوم الاوستيوبلاست قال له والله العظيم بص هو الابيفيسس قفل فانا مش عارفه ابني عظم، فالعظمه مش هتطول اكتر من كده. يوم جاي لا تصرفي، تقوم جاي عامله ايه؟ مزوده السيكنس بتاع العظمه، مزوده السيكنس بتاع العظمه، تبني عظمه بقى هنا، تبني عظم هنا، تبني عظم هنا،
تبني عظم هنا. يعني دلوقتي هو في الكبار تمام في الأكروميجالي يزود الستيفنس، لو في الصغيرين يطولهم، يطولهم جامد. سهلة؟ ده الفرق بين الجيجانتزم والفرق بين الأكروميجالي. طيب سهل الكلام. قلنا تأثيره على الأورجان إن هو بيكبر الأورجان، تأثيره على العضلات بيكبر العضلات، بيكبر العظم، بيكبر كل حاجة، ما بيسيبش حاجة. ماشي، يكبر الميكوزا، يكبر أي حاجة. شفتوا أشرف كده؟ فين أشرف؟ عنده أكروميجالي. بتاع كبير. ده عنده أكروميجالي. عنده أكروميجالي. الريجوليشن بتاع الجي اتش. أولاً لو احنا عندنا ادي السيناترز كده، وادي الهايبوثالاموس، وادي الاستوك، وادي البيتيوتري، تمام؟ ففي حاجة بتعمل ريليز وفي حاجة بتعمل انهيبيشن. الجي اتش ار اتش جروس هرمون ريليزنج هرمون، ماشي؟ جي اتش ار اتش ده بيطلع جي اتش فبيزود الجي اتش، تمام؟ في حاجة اسمها جي اتش ار اي اتش انهيبيتور، ده بيقلل مين؟ الجي اتش. طيب هايبوجلايسيميا، لو السكر قليل ده يخلي الغده تفرز جي اتش عشان يزود الجلوكوز. سليب، جي اتش دايما بيتفرز واحنا نايمين. طب ايه اللي ممكن يقلل الجي اتش؟ هايبرجلايسيميا. عكس بقى هايبرجلايسيميا، ستريس، ايام الامتحانات الاستريس واللي احنا بنبقى فيه ده يقلل الجي اتش. طيب الريجوليشن سهل سهل. طب الايتيولوجي، الايتيولوجي سكيم، سكيم زائد الاثنين دول. احنا قلنا بقى من المره اللي فاتت هو سكيم هنكتبه وهنزود عليه حاجه حاجتين، ماشي؟ طب تعالى كده بص على السكيم، حد يقول لي كده اول حاجه في السكيم كانت ايه؟ ادينوم. ادينوم، ادينوم اهي، تمام؟ ادينوم اهي. طيب زياده مثلا في جي اتش ار اتش اللي هو جاي من الهايبوثالاموس، او مثلا اكتوبك جاي منين؟ اكتوبك ورا مالجنانت تيومر زي اللون كارسينويد او كده، ادي تيومر، ماشي؟ بيفرز مين؟ جي اتش ار اتش، فبيروح يحفز البيتيوتر انها تطلع جي اتش، تطلع جي اتش، ماشي سهل. مين سندروم ده هنتكلم عنه بالتفصيل بس قدامه، دول اللي هنتكلم عنهم دلوقتي. كارني كومبلكس سندروم و ام سي كيون البرايت. ام سي كيون البرايت هما بصوا يعني سندروم كده بيتكون من مجموعة أعراض، مجموعة أعراض أو مجموعة أمراض بتحصل، بيحصلوا مع بعض فسموهم، جمعوهم كده مع بعض وسموهم سندروم ويسموهم باسم اللي اكتشفه. يعني مثلا كارني كومبلكس دي بيحصل أدرينال هايبربليزيا. عارفين أدرينال جلاند اللي بتطلع كورتيزول، فبتطلع كورتيزول كتير قوي فتعمل كوشينج سندروم، كوشينج سندروم. طيب بتعمل بيتيوتري تيومر، بيتيوتري تيومر، بيتيوتري تيومر يطلع جي اتش فيدخله في اكروميجالي، يبقى الشخص ده عنده كوشينج واكروميجالي. عنده كمان سكين بيجمنتيشن، تلاقي الجلد بتاعه بيلون كده، بيلون بقع كده، بقع. عنده كاردياك مكزوم، كاردياك مكزوم، حد عارف كاردياك مكزوم؟ يعني بس ده القلب اهو، تمام؟ في ورم هنا كده، مكزوم هنا كده. ما بتعملش حاجة لو هي في مكان بعيد شوية، بس هي فيها مشكلة إنها لو على مكان زي ده، على الصمام مثلا، على الصمام هنا مثلا، هنا في مشكلة بقى. هنا في مشكلة هتأثر على الفلو بتاع الدم،
يبقى بتعمل كاردياك مكزوم، كاردياك مكزوم. دول الاربعه بتوع مين؟ كارني كومبلكس، كارني كومبلكس. ام سي كيون البرايت، ام سي كيون البرايت. عندنا بيجمنتيشن برضو نفس الكلام، عندنا بريكوشيس بيوبرتي، دي اهم حاجه بيعمل بلوغ قبل سن البلوغ، قبل سن البلوغ بكتير. بريكوشيس بيوبرتي بيبلغ قبل سن البلوغ، وبيعمل بونز بليزيا برضه شكل في العظم. سهلين دول؟ سكيم لتيولوجي، سكيم ومعانا الاثنين زياده دول اللي هم السندروم الزياده. كلينيكال بيكتش، كلينيكال بيكتش. تعالى كده فاكرين بقى السكيم بقى؟ في حد بيرن في الكلينيكال بيكتشر، اول حاجه في السكيم كنا بنقولها ايه؟ الكلينيكال بيكتشر، ايوه الكوز بتاع التيومر. لو في تيومر فالكوز بتاعه، الكوز بتاع السبب، الكوز بتاع السبب. طيب الكوز بتاع السبب هو لو في تيومر في البيتيوتر هيعمل ايه؟ فيجوال وهيديك، وجع. الكلام ده شرحناه الحصه اللي فاتت بالتفصيل في السكيم. طيب قلنا في الاسكيم برضو بنتكلم على الهرمون، خلينا كالبيكتشر بتاعت الهرمون. طيب على الكربوهيدرات هيعمل ايه؟ تكسير. هيزود السكر. على الفات لايبوليسيس، لايبوليسيس. على البروتين انابوليك، انابوليك. طب نيجي بقى على البوم، نيجي على البوم. انا قلت لك في الاول خالص هزود الثيكنس بتاع البول، لان بيجي شخص كبير خلاص الابيفيس اتكونت، فهزود الثيكنس بتاع البول فين مثلا؟ كل البول، كل البول، يعني مثلا ايديه ورجليه، الهيد بتاعه. لو فاكرين اشرف كده كان عنده ورطه كده بظل بره كده، بظل بره، كان عنده الريتش ده، شايف كل واحد عنده ريتش هنا فوق عينين، كان طالع لبره، كان المندبل بتاعه طالع لبره قوي، شكله كبير ضخم كده. لو كنت بصيت على اسنانه كنت هتلاقيها مفرقه بسبب ان المندبل كبر قوي. طب تعالى كده نبص اولا كده على اولا فرونتال بوزنج اهو، الفرونتال ساينس ده بيكبر قوي تمام، فالعظم بيطلع لقدام، فاورته بتبقى باظه لقدام. طيب برومينانت سوبرا اوربيتال ريدج، السوبرا اوربيتال ريدج ده بيطلع لقدام برضه بيكبر. طيب حاجه اسمها بروجنسيزم، احفظوها علموا عليها دي واحفظوها لانها بتيجي كتير قوي سواء ام سي كيو او ايوه. المندبل ده بيكبر وبيطلع لقدام، المندبل ده بيكبر بيبقى برومينانت كده وبيطلع لقدام، نتيجة ده التيس بتاعته بتبقى مفرقة، سنانه بتبقى مفرقة كلها، اسمها ايه؟ بروجنسيزم، بروجنسيزم. اللاركس والفاركس والتراكية والحاجات دي اخبارهم ايه؟ والطنج هيكبروا برضه، ما كله بيكبر بقى. طب لو الطنج كبر، لو الطنج كبر والشخص ده نايم على ظهره، نايم على ظهره، ايه اللي هيحصل؟ الطنج الكبير ده هيقع على ورا، هيقفل الدنيا، يوم جاي صاحي من النوم مفزوع، بنسميها اوبستراكتيف سليب ابني، اوبستراكتيف سليب ابني. فالشخص ده اكيد هيجي له اوبستراكتيف سليب ابني، اوبستراكتيف سليب ابني. طب اللاركس الكارتليج والفوكال كورد والحاجات دي لما تكبر و ايوه الفويس هيدخل هاسكي فويس، هاسكي فويس صوته بيتغير بيبقى هاسكي كده. شفتوا صوت اشرف؟
اشرف صوته معروف. صوت اشرف كده بالظبط. يبقى انا عندي لو الفاركس واللاركس كبروا، لو التونج كبر يعمل ابني، لو اللاركس هي اللي كبرت تعمل هاسكي فويس. هاسكي فويس. طب الهاند والفيت يا دكتور اكيد فيهم انلارجمنت وسيكنس. فالشخص يجي لي يقول لي بص يا دكتور انا كل ما البس جزمه احس انها ضيقه عليا، فاروح اغيرها اجيب مقاس اكبر، لدرجه ان انا بقيت بلبس 47 يا دكتور وداخل في المقاسات الخاصه. الخاتم بيضيق عليا، كل شويه اشيل خاتم واجيب خاتم اكبر. ايدي عماله تكبر ورجلي عماله تكبر، كل شويه بيحصل سيكنس في البول، سيكنس في البول، عمالي بيزيد قوي. فهو عمال يعمل تشينج للرينج والتشوز بتاعته، بيحصل هايبر تروفي في الكارتليج. الكارتليج لو دي بون اهي، دي بون اهي ودي بون اهي، ما بينهم طبعا كارتليج، ما بينهم كارتليج. طب البون دي بتكبر والسيكنس بيزيد كده، والسيكنس بيزيد كده، والكارتليج ده برضه بيكبر. السبيس بتاع الجوينت زاد ولا ما زادش؟ زاد. طيب الدنيا لزقت في بعضها ولا المفصل كويس؟ لزقت في بعضها. لا الدنيا مش مظبوطه يعني. فالموبيليتي، الموبيليتي الحركه بتاعت المفصل زي ما كانت زمان ولا اتأثرت؟ اتأثرت اكيد. يجي يتحرك مش جايب الحركه كلها، ليه؟ لان المفصل خلاص، المفصل خلاص. ده بيدخله بعد كده في مشاكل اسمها اوستيو ارثرايتس. اوستيو ارثرايتس التهاب في المفاصل، التهاب في المفاصل والعضل. يجي بقى يشتكي لي يقول لي في وجع، في وجع جامد قوي في مفاصلي، مفاصلي مش قادر اتنيع واحركها. تيجي تعمل اشعه تلاقي السبيس زياده قوي، معنى كده ان الكارتليج كبر والبون بقى سك. البون بقى سك. ايه؟ كارتليج كله بيكبر، مفيش حاجه ما بتكبرش. لا مش عادي ولا حاجه، السبيس دي بنفس المقدار. لا 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 الدنيا مش بتظبط مع بعضها، مش زي ما ربنا خالقها كده. تمام. ده يدخله في حاجه اسمها اوستيو ارثرايتس، او يدخله في حاجه اسمها كاربال تانل سندروم. كاربال تانل سندروم ده عباره عن ايه؟ النيرف مثلا معدي من هنا، تمام؟ ف العظم بيضغط على النيرف، فيجي يقول لي في تنميل هنا ووجع وحاسس بشكشكه وحاسس صوابع مش قادر احركها. ده اسمه كاربال تانل سندروم، بسبب ان ايه؟ العظم ايه؟ عمال يكبر، عمال يكبر، فبيضغط على مين؟ على النيرفات، بيضغط على النيرفات، بيضغط على النيرف. ده اسمه كاربال تانل سندروم، كاربال تانل سندروم. طب بالنسبه للفيسرا، للاحشاء، هتكبر ولا مش هتكبر؟ هتكبر. اكيد اكيد هتكبر يعني. الليفر هيكبر، سبلين هيكبر، يبقى هيباتوس بلينو ميجالي. هيباتوس بلينو ميجالي، ليفر وسبلين هيكبروا. طيب القلب هيكبر؟ هيكبر. يقول لك قلبه كبير يساعد كل. لا غلط. يعني مش يساعد كل، يعني مش يروح يتجوز اربعه. تمام. يقول لك الراجل قلبه كبير يتجوز اربعه وبتاع ويساعد كل. لا القلب الكبير مش حلو. القلب الكبير ما بيعرفش يضخ دم. بيدفن صح. ايه؟ بيدفن صح. ما بيعرفش يضخ دم. تمام؟ ما بيعرفش. فالقلب الكبير ده بيدخله في هارت فيلير بعد كده. تمام؟ بيدخله في هارت فيلير بعد كده. يعني العضلة بيقول لك بتتحسن لما تكبر شوية. ماشي كبروا شوية يا عم، اتجوز اتنين بس. بس ما تكبروش أول درجة إن أنت رحت تتجوز أربعة يعني بقى. ماشي. العضلة ستريتش جامد، فطبعا كل ما تعمل ستريتش خلاص بتتقطع. فيدخلوا بعد كده في كونجست هارت فيلير، وهارت فيلير على طول كارديو ميجر. طيب فاكرين الكولون والانتستين وكده؟ شايف ليه انا بتعامل مثلا لانكم سنوات يعني.
الميوكوزا اهي تمام. الميوكوزا الميوكوزا دي هتكبر والكونكتيف تيشو اللي تحتها هيكبر، فهتعمل لي حاجه اسمها بوليب اهي. ده البوليب، بوليب مع بوليب مع بوليب مع بوليب، بوليب كتير بقى تمام. البوليب ده ممكن يتعور يعمل بليدنج، بليدنج على طول يجي يقول لي انا بعمل حمام دم، بعمل حمام دم، الشكوى دي معروفه تمام. ألسر مثلا على البوليب ممكن بعد كده يتحول لكانسر، كانسر عمال يكبر الحاجه بزياده قوي لدرجه ما توصل انها تبقى كانسر. سهله؟ سهل. يبقى انا دلوقتي عندي عن انتستين بوليب وكارسينوما كانسر. طيب ايه انعم حاجه في جسم الانسان؟ السكن، الميكوزا جوه السكن بقى. ايه الميكوزا اللي جوه انعم حاجه؟ انعم حاجه في الجسم ايه؟ لا الجلد يعني. انا لا مش الجلد خشن يا عم. ما انا انت حسيته الايه؟ تقول لي لا انا بحاجه جوه جسم الانسان الاندوثيليوم بتاع البلد فيزل. ماشي الاندوثيليوم بتاع البلد فيزل. نعم نعومه جامده جدا جامده جدا عشان الدم يمشي عليه، يتزحلق ويمشي عليه عادي. لو حصل مشكله في النعومه دي يبدا يكون جلطات او يعمل مشاكل والعياذ بالله. فهو ربنا خلقه ناعم عشان الدم يمشي. لو فاكرين في البلاد الترياد بتاع الجلطه، لا انا بتعامل هتعامل على انه ثانوي خلاص انا اسف. الاندوثيليوم ده هو بيعمل ايه؟ بيكبر الاندوثيليوم ده. فبالتالي البلاد فيزل ده هيضيق ولا مش هيضيق؟ هيضيق. هيضيق. فبالتالي يحصل هايبرتنشن. هايبرتنشن. طب انا عايز اقول لكم على حاجه كمان، معلش. هي حاجه اوفر دوز شويه بس كويسه. هتفهمكم حاجات كتير جايه. لو ده بلاد فيزل اهو. بلاد فيزل. تمام؟ وده الاندوثيليوم. طبعا في هايبرتنشن صح؟ طيب الهايبرتنشن ده ضغط الدم العالي ده مش وارد ان هو يعور الاندوثيليوم ده؟ وارد قوي، عور الاندوثيليوم. اثيروسكلروزس عور الاندوثيليوم، ماشي ايوه ده عور الاندوثيليوم. مش هو بيعمل لايبوليسيس وفي فاتي اسيد ماشيه كتير قوي؟ طب الفاتي اسيد دي هتخش فين؟ في البلاد فيزل، في الجدار بتاعه. يجي عليها المناعة تقول لها الفات انت ايه اللي جايبك في الجدار ايه؟ انت مكانك مش هنا، انت مكانك مش هنا. فتقوم جاية ضرباه وعاملة خناقة. طبعا خناقة فين؟ في الجدار البلاد فيزل. جدار البلاد فيزل يدخل يدخل ويبقى خشن ويبقى خشن. ده اسمه ايه؟ اثيرو سكليروزس، تصلب شرايين. عرفنا بيحصل تصلب شرايين ليه في حاله الاكروميجالي؟ عرفنا. بالنسبه للسكين فهو بيزود السويت جلاند فهتلاقيه مويست وهتلاقي السكين بتاعه سك وبيصله سكين تاج كده يطلع حتت سكين زياده كده. بالنسبة للمصل هتكبر ولا مش هتكبر؟ هتكبر بس ان كبرت زيادة عن الحد. ايوه الشيء اذا زاد عن حده اتقلب ضده. هتضعف، هيحصل له فاتيج وويكنس. بالنسبة للمينرالز فهو بيزود الصوديوم، الصوديوم يعمل هايبرتنشن. بيزود البوتاسيوم يعمل ويكنس. بالنسبة للجينيتال
تمام. طبعا يعمل اريكتايل ديسفانكشن في الرجاله، تمام، اريكتايل ديسفانكشن في الستات، يعمل من ستيرويد لستيرويد، يعمل اضطراب في الدوره، اضطراب في الدوره. كل ده سهل. كده ايه سكين تاج دي اللي هي زواج جلديه، زواج جلديه. نخش في الكومبليكيشن. اولا كده لو جيت لكومبليكيشن الكارد، هايبر تنشن ده اكيد، سكيميك هارت ديزيز، سكيميك هارت ديزيز. تعالى كده بص ايه ده، اثيروسكليروزس في الكوروناري، يوم عامل جلط، يوم جاي عامل جلط او سادد الوعاء الدموي يبدا يضيق، فيوم جاي عامل اسكيميك هارت ديزيز. بعد كده ممكن يخش في مايكارديال انفاركشن على طول. طيب قلنا قلبه كبير يسع الكل، وبالتالي الكل يعني واحد متجوز اربعه بذمتك الاربعه هيبهدلوه، يعني تخيل كده هارت فيلير على طول. دايابيتس ميليتس، عرفنا ازاي بيجي دايابيتس ميليتس؟ انا شرحها في الاول خالص، شرحها في الاول خالص، بيحصل اكزوشن في البيتا سيل، اكزوشن في البيتا سيل، البيتا سيل بيجي عليها وقت من كتر ما بيحصل هايبر جلايسيميا، من كتر ما بتفرز انسولين عشان المعلم الجي اتش بيضحك عليه هو مغفل، بيحصل في الاخر دايابيتس. التونج لو كبر يعمل ايه؟ اوبستراكتيف سليب ابني، اوبستراكتيف سليب ابني، مش انا اللي قلتها. طيب الانتستين لما فيها حاجات تكبر في الميوكوزا تعمل ايه؟ بوليب او كانسر، بوليب او كانسر، تمام؟ طيب ايه ده؟ سكون زيادة المينرالز، زيادة الكالسيوم. يروح يترسب فين؟ يروح يترسب فين؟ كلي. في الكلي. الكلي من زيادته مش عارف اتخرج يا اخي، مش عارف اتخرج بقى خلاص، فستو ستو 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 كل شويه يكون حصوات. سهل الكومبليكيشن؟ سهل؟ يعني ايه انكريز برسبيريشن؟ ايه؟ يعني ايه انفستيجيشن. هعمل اكس راي طبعا، هعمل سي تي، هعمل ام ار اي عشان اشوف البيتيتور ده في السكين. بقى هبدا ان انا اقيس، هقيس الهرمون، هلاقي الهرمون عالي، هلاقي الانسولين، انسولين جروث فاكتور عاليه. طيب هلاقي الكالسيوم عالي، عالي فين؟ لا في البول، في البول والدم، في البول، مش هو بينزل كمان في البول؟ تمام، وبيعمل ستون، فبالتالي اليورينري كالسيوم هيعلى، هيعلى لان الكالسيوم بيعلى. فاكرين السبريشن بقى تيست اللي احنا قعدنا بص قعدنا نشرح فيها بص لحد ما زهقنا الحصه اللي فاتت، عالي اقلله واطي لحد ما زهقنا الحصه اللي فاتت. تعالى كده نرجع واحده واحده، نرجع واحده الريجوليشن، نرجع للريجوليشن. الريجوليشن هو عادي. طيب انا عايز حاجه توطيه صح؟ توطيه، يبقى عندي مثلا جي اتش ار اتش او هايبر جلايسيميا، يبقى انا لو اديت جلوكوز وعملت هايبر جلايسيميا المفروض يحصل ايه؟ ينهبيشن، المفروض يقل صح؟ صح قوي. طب انا جيت بقى اعمل سبريشن تيست وحققت جلوكوز اي في، هيديني نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ ايه؟ على حسب السبب بس هيديني، على حسب السبب بس الاكيد هيديني نيجاتيف. نو سبريشن، مش هيحصل سبريشن، مش هيحصل سبريشن، الجي اتش عالي
لو مثلا تيومر ولا حاجه ادينوما هل هتستجيب؟ ولا هتعبرني، هتروح للجلوس تقول له مش هقلق من هنا هقلق، وانت اللي هتوقفني. حصل سبريشن ولا ما حصلش سبريشن؟ ما حصلش سبريشن، يبقى نيجاتيف نو سبريشن. ايه؟ ما هو اكروميجالي، تمام؟ الراجل عنده مشكله، عنده جي اتش زياده، تمام؟ هعمل اكس راي عن هاند، هلاقي طبعا ايه السبيس، الجوينت سبيس شرحناه، زياده ولا قليله؟ قليله. الجوينت سبيس السبيس ولا السبيس؟ السبيس زياده، السبيس كبر، تمام؟ الفلانجيس العظم تخم، السكنس تخم، السكنس تخم، طف طف بيسموها طف. السلة ترسكة، لو جيت عملت على الاسكار السلة ترسكة دي هلاقي ايه؟ تخنت تخنت، العظم كله تخن، كل حاجة. اكتب اللارجمنت على طول. الفرونتال ساينس انا قلت لك بيحصل بوزنج، فالفرونتال ساينس ده بيكبر، يبقى اللارجمنت في الفرونتال ساينس. السكنس بتاع العظم زاد ولا قل؟ زاد، فهتلاقي السكنس بتاع العظم باين قوي. بروجنس هايز مع بروجناتيك ماندبل، قلنا الماندبل بيحصل فيه بروجناسيزم، بروجناسيزم، والنبي بيحفظوا بروجناسيزم دي بيحبوها قوي. ده يعني جت سؤال في السنه بتاعتنا، بروجناسيزم، تمام؟ بروجناتيك ماندبل، بروجناتيك ماندبل. طيب ده الانفستيجيشن، في اي مشكله؟ الانفستيجيشن صح؟ مفيش حاجة. طب تريتمنت عالجه ازاي؟ لو فيها ادينوما ولا حاجة هعالجها ازاي؟ سيرجيك. هخش هشيلها بقى ازاي؟ بالمنظار؟ منظار ترانز نيزل. ترانز نيزل، ترانز فرونتال ساينس، ترانز سمودال ساينس، سفينود ساينس، على حسب ما الجراح يشوف، حسب بتاع الأنف والأذن هيقول. طيب ممكن أعالجه؟ بالإشعاع. بالإشعاع، بالإراديشن، حاجة اسمها جاما نايف. جاما نايف. بخش ايه مركز شويه. الجاما نايف دي بتشوف اعلاناتها تقريبا على التلفزيون. لا بس بيبقى في اعلانات كده على التلفزيون، مستشفيات وحاجات من دي وتبرعات اعلانات رخمه كده. ليه اعلانات تبرعات او جاما نايف؟ ما بتشوفش الجاما نايف. الجاما نايف دي بص بتخش كده بتبقى مركزه شويه على التيومر او على الورم، فما الاشعاع ما بيوصلش للحاجات اللي حواليه. بيقول لك هي حلوه في انها مثلا ما بتعملش فيجوال فيلد ديفكت، ما بتاثرش على الاوبتيك كازما، ما بتاثرش على التشو اللي حواليها، بتاثر على الورم بس. يبقى حاجه بعمل اراديشن بحاجه اسمها ايه؟ جاما نايف. جاما نايف ممكن اعمل ميديكال، اعالجه ميديكال. اعالجه ميديكال، تمام. هدي له حاجه اسمها سوماتوستاتين، فاكرينه؟ اللي بيعمل انهبيشن، اللي بيعمل انهبيشن سهله. كان في الدوبامين بيعمل انهبيشن لمين؟ البرولاكت. والسوماتوستاتين للجروس هرمون، انهبيشن للجروس هرمون. طيب ممكن ادي مثلا جي اتش انتاجونست،
ايوه ايوه انا هتروح تقف على الريسبتور تضاد عمل الجي اتش الجروس هرمون بيسموه بيك في سومنت ده دواء. طيب انا عايز بقى ايه حد كده يفكر. انا يعتبر خلصت الحصه يعني فاهمني انا بس هقول حاجه كاربال تانل سندروم كده كده هناخدها تاني بس يعني بيسموها حاجات تامله اسمها دراب دراب دايابيتس يعملوا روماتويد ارثرايتس اكروميجالي ميكسيديم الحاجات دي لسه هناخدها قدام. المهم انا خلصت كده انا عايز بس ايه ليه بدي دوبامين اجونست فكروا بقى على بال ما انا ايه اقعد ايه حلو هيأثر على البرولاكتين ما هو ما بيأثرش على على الجي اتش بس هيأثر على البرولاكتين بس انا مالي يعني فكروا على مدار على اللبيس ما تدوروش في الكتاب ما تدوروش في الكتاب ماشي قربتي قربتي قربت قربت قول لي شويه تفكير ما تفكر ايه انا عارفه نفس المكان ايه ماشي عايز اعرف ايه نفس المكان عمالة تفكري ليه ما تفكري بقى لحد يديني حاجه والله بتيجي في الام سي كيو كتير بصراحه بيعمل الانيميشن للفرونت بصراحه بتيجي في فعلا في الام سي كيو كتير ومحدش بياخد باله منها بتعمل الانيميشن انا هكتب كلمه ويعني لو تعرف تكتبها اكتبها بس حطها ايه في دماغك كده صحاب عمال يطلع كتير عمال يطلع كتير والراجل عنده شغل كتير ومسؤوليات وبتاع هيقول لي صاحبه تعال معايا بالبلدي خالص انا مش عشان انجليزي مش عشان انجليزي ما بعقدهاش ولا بقول لك نظريات ولا بقول حاجه انا بقول بالبلدي خالص لو انت رايح مشاوير ووراك حاجات كتير عايز تخلصها مش بتنادي على جارك تقول له تعال معايا بس بيروح ينادي على جاره يقول له النبي ما تيجي معايا يا اسطى انا عندنا شغلانه كده عايزين نعملها وبتاع نادى على روحي نادى على البرولاكتين يطلع البرولاكتين معاه فممكن يحصل هايبر برولاكتينيميا تمام دي في نظريات كتير بقى ممكن الورم نفسه يضغط على الستوب فيمنع الدوبامين ان هو ينزل صح؟ خدناها الحصه اللي فاتت يمنع الدوبامين ان هو ينزل فما يحصلش انهبيشن على الايه؟ البرولاكتين يزيد المهم ان ممكن يحصل فعلا بو سيكريشن مش هشغل دماغك بنظريات كتير ملهاش لازمه انا عايزك بس تعرف في الكتاب هو ليه كاتب دوبامين اجونست اكتب جنبها ان بيحصل بو سيكريشن للجي اتش مع البرولاكت بس كده انا خلصت حس الاكل بس انا حاسس انك قلت كلام فعلا في سنه ثانيه بس هتقفل اقفل